طيب الايفنت اعتقد ان هو يعني خطوه اولى ممتازه، ممكن إن الناس نبدا نبني عليها شويه، انه يبقى في مكان الناس في الكوره في مصر تبتدي تتجمع فيه، يبقى في مكان بعد كده في المستقبل اتمنى يبقى في مكان اكبر او مساحه اكبر، ان يبقى في ريسيرش ساينتفك ريسيرش موجوده. بس بشكل عام شايف لا طبعا الحضور ممتاز، السيت اب ممتاز من ناحيه التنظيميه ومن الكونتنت. انا ما شفتش كتير لان انا لسه جاي النهارده، بس بشكل عام شايف لا التنظيم ممتاز. طيب بص، انا هتكلم في الحاجه اللي انا بعرف فيها، اوكي؟ يعني مش هكلمك بقى في الماركتينج ولا في المانجمنت ولا في كده. انا شايف انه في حاجتين في مصر ممكن نعمل فيهم طفره سريعه. اول حاجه الاناليسيس بشكل عام، سواء داتا اناليسيس او بيرفورمانس اناليسيس، دي ممكن نعمل فيها طفره سريعه بان احنا نعلم اشخاص كتير. في ناس كتير في مصر كويسين اوريدي، عندهم مبادئ كتير كويسه، حتى في ناس منهم كتير بيطلعوا على الانترنت وعلى اليوتيوب، بس هم محتاجين يتعلموا حاجات اندبس اكتر. المشكله انه الجامعات في مصر كمان ما بتقدمش يعني سواء ماجستير او شهادات في تحليل الاداء، دي مشكله كبيره جدا، او لو بتقدم حاجه بتبقى اوت ديتد. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه، لو احنا عايزين نطلع لعيبه كويسه تفيد المنتخبات، فده محتاج ان احنا نعلم المدربين. اول خطوه من اللي انا شفته في منتخب المانيا، ان هم عشان يطلعوا بناشئين كويسين ابتدوا يعملوا حاجات عشان يعلموا المدربين، يعملوا نقط دعم عشان يعلموا المدربين. نقط الدعم دي انا كنت بروح علشان اضطر اخلص اللخصه بتاعتي واروح للنقصه بعديها، فقضيت 20 ساعه. لو انا مدرب كويس ده معناه الاطفال استفادت مني، لو انا مدرب مش كويس فمعناه ان هم رفعوني المستوى الافريج. الهدف الاساسي من اي رخصه تدريب مش انه يخلق مدرب ممتاز يشتغل على مستوى بروفيشنال، انه يخلي كل الناس في مستوى متوسط، انه يرفع متوسط كل المدربين، وبالتالي المدربين دول هم اللي بيشتغلوا مع الناشئين. لو خدنا مثال مثلا حد زي توني كروس، قبل ما يروح نادي زي هانزا روستوك اللي هو نادي بيلعب في الدرجه الثالثه في محترفين، كان بيلعب في نادي اصغر منه مثلا، النادي اللي بيلعب اصغر منه ده بيلعب في المنطقه بتاعته، المدرب معاه لخصه بيه يعني يتعلم شويه اساسيات علشان في الاخر يطلع الناشئ ده يروح روستوك وبعد كده يروح بايرن ميونخ، وبالتالي ده بيحصل التطور. فشايف ان دي حته في مصر احنا ممكن، بغض النظر عن اداره الكوره، بغض النظر مين رئيس اتحاد الكوره، ممكن مؤسسات منفصله تقدم كورسات للمدربين، والمدربين بتوع بقى الاكاديميات اللي هي تبع الانديه في اوروبا او القطاعات الناشئين، الحاجات دي ممكن تعلى شويه بالمستوى بتاع الكوره في مصر، وبالتالي تعلى بمستوى اللاعبين اللي بيخرجوا، لان اللاعبين موجودين حاليا في منتخب مصر الاول بكل امانه عندهم مشاكل تكنيكال كبيره، برغم ان هم لاعبين محترفين، يعني لان هم ما يعرفوش مش اكتر، انه ما حدش علمهم ده، ودي مش غلطه المدرب اللي ما علمهمش لان ما حدش علمه ده. المشكله في النو هاو ده، الفرق مثلا ما بين الهاندبول مثلا في مصر، وبقى انا لعبت هاندبول وانا صغير، فده مثلا فرق من الهاندبول والكوره. الهاندبول فيه نو هاو، في ازاي تعرف ازاي تدافع صح، ازاي تقف صح، ازاي توقف اللعيب صح، والكوره في مصر الحاجات دي مش موجوده بيزكس. انا بكلمك لعيبه منتخب مصر تعرفش تعمل حاجات فيري بيزك. يعني لما بنشتغل على فريق منافس، يعني انا بحب اكتر اشتغل على فريق منافس ونبتدي نشوف بقى الحل ممكن يجي منين، وكده في الاخر بقى تحط بقى الفيديو اللي فيه الحل بتاع المشكله، وكده ترجع تلاقي الماتش بقى يتحل. ياه بص، يعني احنا في التصفيات اللي فاتت دي كان معانا فرق يعني شويه مش قد كده، بس اكتر فرقه حسيت فيها كان ايسلندا. ماتش ايسلندا كان اكتر ماتش حسيت ان احنا عندنا سيستم بتمشي عليه، يعني مش احنا، هم عندهم عشان انا معاكم هنا، بس هم عندهم سيستم بتمشي عليه. فانا بخش لازم اكتب في الريبورت النقطه الاولى اتكلم على شيء معين، النقطه الثانيه اتكلم على شيء معين، لازم املى الريبورت ده بالفيديوهات، بعدد معين من الفيديوهات، بترتيب معين من الفيديوهات. فموضوع يعني مش اكتر منه منظم، اكتر منه ان هو بيسيب لي فرصه ان انا اعبر عن وجهه نظري، يعني وده شيء مختلف عن الناس فاكرين التحليل، فاكر الناس تحليل ان انا هقول وجهه نظري، والله الفرقه دي بتلعب كويس، بتلعب ضغط عالي مثلا، لا، هو انت بتقعد تحلل الضغط العالي بيعملوا ايه، ضغط المتوسط بيعملوا، تقعد تحلل كل نقطه. والحاجه اللي ممكن يكون فيها ابداع انك تقول والله انا شفت الفريق المنافس اللي بيلعب قدامهم عمل حل كذا، ده بقى النقطه اللي فيها شويه ابداع يعني.